يلا هدوء لو سمحتوا. احنا المره اللي فاتت كنا اخذنا ايه في المحاضره؟ بدانا في المحاضره قلنا ايه؟ الناس اللي سمعت ها ما سمعتش حاجه خالص. انا ما كنتش مداوم الاثنين، ما هي انا حطاها ريكوردد، اللي ما داومش يسمعها. احنا اخذناها يا جماعه البدايه، كنا بنتكلم عن الانترست جروب، وشرحنا يعني ايه انترست جروب والسيفل سوسايتي اورجانيزيشنز، وقلنا ايه هم الان جي او اللي هو النون جوفرنمنتال اورجانيزيشن، واتكلمنا عن الستيك هولدرز. في ملحوظه بس عايزه اقولها لكم، في فرق بين الستيك هولدرز والانترست جروب؟ في فرق. ايه هم الفرق؟ يعني انتوا لاحظتوا ايه في المعنيين؟ هتجاوب اي حد؟ مش انت بتقول مش سامع المحاضره، هتجاوب ازاي؟ ما عليك، انت وسطاتي. طيب الستيك هولدرز بيكونوا الجوفرمنتس، يعني الستيك هولدرز بالمعنى الحرفي ليه احنا قلنا ان هم اصحاب المصلحه. هل الجوفرنمنت داخله معانا في اصحاب المصلحه ولا لا؟ طبعا، لان هم من اصحاب المصلحه، ان اي بوليسي بتطلع بيكون في قوانين، في ليجيسليشنز معينه، تشريعات هم عايزين يطبقوها. لكن الانترست جروب داخل فيها الجوفرنمنت؟ لا اسمعوني بس، الانترست جروب دي نون جوفرنمنتال اورجانيزيشن زي ما احنا اتكلمنا. يبقى لما انا اقول الستيك هولدرز دي كلمه اشمل شويه من الانترست جروب. اصحاب المصلحه داخل معايا الانترست جروب، وداخل معايا الجوفرنمنت، واي حد ليه علاقه او مستفيد من البوليسي، او البوليسي دي هتاثر عليه، في امباكت عليه، سواء كان نيجاتيف او بوزيتيف، يبقى دول من ضمن الستيك هولدرز. عشان بس ما يحصلش ايه لبس معاكم، احنا وقفنا المره اللي فاتت عن السلايد دي، ايه البوسيبل ادفانتج اوف انترست جروب بينج انفولفد ان شيبنج هيلث بوليسي. يعني هل وجود تعدد في الجهات اللي داخله معايا في الهيلث بوليسي اللي هي بنسميها بعد كده اوبن بوليسي بروسس، هل فيها فوائد ولا كلها عيوب؟ فيها مزايا وفيها عيوب. ايه اول ميزه في المزايا اللي موجوده؟ ان في وايد رينج اوف فيوز، في اراء كتير عندي بتدخل في الهيلث بوليسي. لما باجي اعمل فورميوليشن وبيبقى عندي اراء كتيره من ديفرنت اورجانيزيشنز، فده بيبقى مفيد ليه؟ خلاص، لان ده بيساعد في حل المشكله. يبقى هو الوايد رينج اوف فيوز از بروت تو بير اون ا بروبلم، اقدر بيه اتحمل اعباء المشكله، انكلودنج ا بيتر ابريشيشن اوف ذا بوسيبل امباكتس اوف بوليسي اون ديفرنت جروبس. يعني ابسطها ان انا هقدر اعرف الايفكت بتاع البوليسي على الجروبز المختلفه اللي داخله معايا في البوليسي امبلمنتيشن اند فورميوليشن. تاني حاجه، بوليسي ميكنج بروسيس انكلودز انفورميشن ذات از نوت اكسسبل تو جوفرمنت. بيمدوني احيانا بمعلومات، لان هم ليهم اتصالات بناس كتير وفي مختلف افراد الكوميونتي معاهم، فبيدوني انفورميشن الجوفرمنت نفسها ما بيبقاش عندهم الداتا دي، فبيساعدوا في البوليسي ميكنج او البوليسي فورميوليشن. تالت حاجه، كونسلتيشن اند اور انفولفمنت اوف ا رينج اوف انترستس جيفز البوليسي جريتر ليجيتمسي. يعني ايه؟ بيدعم البوليسي قوي، بيديها شرعيه اكتر او قوه اكتر، قوه داعمه اكتر. اند سبورت سو ذات بوليسي ديسيجنز مي بي مور لايكلي تو بي امبلمنتد. يبقى بما ان بقى في دعم اكتر وسبورت اكتر بزياده عدد الانترست جروبز اللي داخله معايا، فده بيساعد على ان هي تبقى بي امبلمنتد، تبدا في تنفيذها. طيب رابع حاجه من مزايا وجود الانترست جروب معايا في الهيلث بوليسي، ان النيو ايشوز، القضايا الجديده او اللي هي اللي اسمها ايمرجنج ايشوز، مي بي بروت تو جوفرنمنت اتنشن مور رابيدلي ذان اف بروسيس از فيري كلوزد الاوينج رابيد ريسبونس. يبقى انا لما بيكون عندي اراء كتيره مختلفه من الانترست جروب، احيانا بيبقى في نيو ايشوز او قضايا جديده موجوده ممكن تكون الدوله مش منتبهه ليها، لكن مين اللي يقدر يوصلها ويدعمها ويخليها تظهر او تطفو على السطح؟ الانترست جروب، لان زي ما قلنا ان هم كمان ممكن يحركوا الميديا في اتجاه الحاجه اللي هم عايزين يبداوا في تنفيذها، لان هم بيعتبروا بريشر جروب في نفس الوقت، فهم بيبقى ليهم دور في سرعه تنفيذ الحاجه ودعمها، وان يظهروا الحاجات النيو اللي الحكومات مش واخده بالها منها. سو اللي بيحصل ان في رابيد ريسبونس، بتبقى الاستجابه اسرع. دي كلها من ضمن الادفانتج اوف انترست جروب ان هيلث بوليسي فورميليشن. طيب النيجاتيف كونسيكونسز ايه بقى؟ ايه العيوب في وجود يعني مختلف الاشكال والانواع في الانترست جروب اللي داخله معايا في البوليسي فورميليشن؟
ممكن يكون ايه العيوب زي ما قلنا في مزايا؟ وقت اطول، معقد. الموضوع بيبقى معقد لان ده بيجيب لي داتا وده بيجيب لي داتا وده ليه طلبات وده ليه طلبات وفي كومبيتيشن ما بينهم وفي مشاكل ما بينهم، فكل ما زادت الاطراف زي ما بيبقى في مزايا بيبقى في مشاكل، لان بيبقى في خلاف، وبيبقى انا عشان احتوي الخلاف ده وابدا اعمل توافق ما بين المجموعات دي كلها واشوف طلباتهم بياخد مني وقت وبيبقى فيه صعوبه. يبقى اول حاجه الكومبلكسيتي اللي هو التعقيدات and time taken to reach decisions and to implement policies، بيبقى فيه صعوبه شويه ان انا احتوي كل الاطراف عشان ابدا اعمل implementation للبوليسي. concern to identify who different interest group truly represent and how accountable they are to their members or funders. احيانا بيبقى داخله ناس كده مش جد، فانا ببقى في صعوبه ان انا اوصل للناس فعلا اللي هم عايزين يمثلوا المواطنين عشان يعني يبداوا يحققوا لهم مطالبهم، فدي بتبقى واحده من المشاكل ان في ناس كتير داخله لمصلحه شخصيه لامور ماديه لكن ما بيبقاش في ناس فعلا ترولي ريبريزنتر. كمان في ناس ما بتبقاش مسؤوله، يعني بتقول كلام هي مش قد، فما بقدرش في وقت الجد ان انا احاسبهم او ان انا اعتمد عليهم في البوليسي فورميوليشن. ثالث حاجه الانترست جروب may not be capable of providing information or taking the responsibility allocated to them. زي ما انا بقول لكم كده احيانا في ناس منهم ما بيبقوش مسؤولين، ما بيبقوش جادين، المعلومات حتى اللي بيمدوا بيها ما بتبقاش كومبليت، ما بتبقاش ترو، فدول بيبقوا بيسببوا مشاكل اكتر منهم ما بيبقوا مفيدين. difficult to reconcile conflicting and competing claims. زي ما انا كنت بقول لكم صعب احتواء التضارب اللي ما بينهم، كل واحد عايز حاجه وكل واحد ليه مصلحه في اتجاه معين، فبيعملوا لي مشاكل من التضارب اللي بيحصل فيما بينهم. and competing claims الدعاوى اللي هي فيها تنافس، كل واحد عايز يظهر وكل واحد عايز يبين ان هو الاقوى وان هو دوره الاحسن، فدي كمان بتسبب مشكله اثناء البوليسي فورميوليشن. دي يبقى اذا احنا قلنا كده المزايا وجود different interest group والnegative consequences of different interest group. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الاول من المحاضره اللي هم مين الانترست جروب، الديفينيشن بتاعهم والناس اللي احنا اتكلمنا عنهم كانترست جروب في الهيلث بوليسي، وايه الفرق بينهم ما بين سيفل سوسايتي اورجانيزيشن والان جي او، وفوائد وجودهم واسباب السيئه او يعني النيجاتيف امباكت اوف انترست جروب في البوليسي فورميليشن. هنتكلم عن اللي احنا اتكلمنا في البوليسي بروسيس، قلنا ايه عشان نفتكر من الاول، احنا دلوقتي داخلين على البوليسي امبلمنتيشن، اول حاجه قلنا فيها ايه؟ اجندا سيتنج اند بوليسي اجندا فورميليشن. تاني خطوه اتكلمنا عن ايه؟ الايه؟ بوليسي فورميوليشن، وثالث خطوه قلنا البوليسي ادابشن، ورابع حاجه اتكلمنا عن ايه؟ بوليسي امبلمنتيشن. يبقى يعني ايه كلمه امبلمنتيشن؟ تطبيق، ابدا انفذها. امبلمنت يعني ينفذ البوليسي اللي هو بدا فيها من الاول اللي هو الاجنده سيتنج، وبعد كده الفورميوليشن، وبعد كده الادابشن اللي هو ان انا اعتمدتها، وبعد كده ابدا انفذها على ارض الواقع. يبقى بوليسي امبلمنتيشن از when action is taken to address a public problem. أنا بدأت أخذ action فعلي وأنفذ البوليسي اللي أنا كتبتها. At this stage the design of a policy proposal is put into effect and the policy is implemented by the respective government, department and agencies. يبقى التنفيذ بيبدأ من خلال إيه؟ الـ government, department والناس اللي هم كانوا مشاركين في البوليسي formulation in conjunction with other organizations as required. يعني على حسب الناس اللي دخلوا معايا اصلا في البوليسي ميكنج هم برضو اللي هيبقوا مسؤولين عن الامبلمنتيشن. كمان هي نفس المعنى، هي البروسيس اوف تيرنينج ا بوليسي انتو براكتس. انا عندي كلام مكتوب على الورق واعتمدته لكن انا عايزه انفذه بقى على ارض الواقع تنفيذ حقيقي، فمعنى ان انا ابدا احطه في براكتيكال فورم يبقى انا خلاص بدات انفذ البوليسي بتاعتي. Implementation has been defined as what happens between policy expectations and perceived policy results. يبقى هو الفرق بين اللي كان انا كنت متوقعه لما كنت بكتب البوليسي وبعملها بوليسي فورميوليشن واللي حصل على ارض الواقع لما انا بدات اطبقه فعلا وشفت الريزلت حقيقيه ظهرت لي بعد البوليسي امبلمنتيشن.
يبقى هو عبارة عن ال what happens between، إيه الجاب اللي حصلت ما بين the expectation and the policy result after implementation. كل ده داخل معايا ضمن معنى the policy implementation. مفهوم؟ طيب. How will policy is implemented is affected by the following. أنا عندي في factors معينة بتأثر على إن البوليسي دي اتنفذت بطريقة كويسة ولا ما اتنفذتش بطريقة كويسة. إيه الفاكتورز دي؟ أول حاجة البابليك أند ستيك هولدر إنجيجمنت. البابليك أند ستيك هولدر إنجيجمنت اللي هي المشاركة اللي بتحصل من أصحاب المصلحة والناس البابليك، هل ليهم دور في الإمبليمنتيشن؟ آه هيكون ليهم دور. To ensure that policies are effectively and adequately addressing the problem, it is important to engage the people and organization affected by the issue. يبقى أنا من البداية عشان يحصل good policy implementation لازم يكون في engagement، يعني مشاركة من the stakeholders و the public people اللي موجودين في the community. Specific attention is required to those individuals or group including all genders and underrepresented groups. يعني أخد بالي جدا أن يبقى الممثلين لل public وال stakeholders دول all genders، يعني إيه؟ يعني يدخل معايا ميل وفيميل والناس اللي هم under represented، الناس اللي هم مش ظاهرين قوي، مش مشهورين، مش معروفين، كمان يكونوا موجودين معايا علشان كل واحد في المجموعة دي هيفيدني بحاجة في البوليسي implementation. Who inputs is most relevant. Inputs يعني ايه؟ المدخلات بتاعتهم او المعلومات اللي عندهم او الامكانيات اللي عندهم هتبقى مؤثرة في البوليسي. يعني relevant يعني ليها علاقة بي البوليسي، and who are most likely to be impacted by a policy. يبقى انا اخد بالي جدا ان الانجيجمنت بيتم في الناس اللي ليها علاقه بالبوليسي ستيك هولدرز او هيبقوا افكتد باي بوليسي امبلمنتيشن. وجود الناس دي والانجيجمنت بتاعهم بيأثر بطريقه مباشره على البوليسي امبلمنتيشن. يبقى اول فاكتور بيأثر على ان البوليسي امبلمنتد بطريقه كويسه ولا لا، البابليك اند ستيك هولدر انجيجمنت، ودول لازم يكونوا ممثلين بكل الجندرز وكل الناس، حتى الناس اللي هم الاندر ريبريزنتد اللي انا مش واخد بالي منهم في الكوميونتي. زي مين كمان ان هم ممكن يكونوا اندر ريبريزنتد؟ زي الناس الديسابلد مثلا، لما اجي اعمل هيلث بوليسي معينه لازم اخد بالي من الناس دول، دول يعتبروا اندر ريبريزنتد، ممكن يكونوا افكتد بالبوليسي بعد ما اعمل لها امبلمنتيشن، فلازم من البدايه ابقى حاططهم في الاعتبار وانا بعمل انجيجمنت للناس اللي هم الستيك هولدرز. طيب تاني حاجة الـ impacts on targeted population. لازم أخد بالي وأنا بعمل الـ policy implementation الـ effect بتاعها هيكون على الـ target population شكله إيه. خلاص يبقى دي من ضمن الـ factors اللي بتأثر على الـ policy implementation. How does the proposed policy impact targeted population؟ يعني الـ policy دي لما هنفذها هتأثر على الـ target population بشكل عامل إزاي؟ For example, does the policy affect program or service in rural or remote area of the provenance؟ اللي هي المقاطعة اللي أنا هشتغل فيه، الإفكت بتاعها هيكون على ناس rural ولا على ناس urban؟ لأن الناس دي مختلفة عندي، فهشوف الإفكت هنا والإفكت هنا، وأنا أصلاً هنفذ البوليسي دي فين؟ في منطقة قروية ولا منطقة مثلاً مدينة وفيها إمكانيات أفضل والكالشر بتاعت الناس مختلفة؟ will implementation in a rural or remote area have to differ from implementation in an urban area؟ هل الإفكت بتاع البوليسي لما هنفذه في urban area هيبقى نفس الإفكت في rural area؟ طب إيه الاختلاف اللي ممكن ألاقيه من الإمباكت؟ نعم؟ الإيه؟ آه الكالشر بتاعت الناس مختلف، فلازم أبقى واخد بالي مثلا من الإمباكت على البوبوليشن هنا هيبقى different من الإمباكت على البوبوليشن هنا. كمان الـ 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 إيه؟ الامكانيات او الريسورسز عند الرورال اريا مختلفه عن الاربن اريا. يعني انا لما اجي ادخل لهم برنامج اونلاين ممكن يكون ناس ما عندهاش اصلا كمبيوتر، فانا ابقى واخد بالي من مستواهم مثلا التعليمي، امكانياتهم الماديه. فالامباكت على التارجت بوبوليشن مهم قوي ان انا ادرسه كويس قبل ما ابدا اعمل امبلمنتيشن للبوليسي. نفس الحكاية does the policy impact an online program or service؟ يعني أنا مثلا ممكن أبقى شغال في بوليسي بدلهم الداتا دي من خلال online program أو خدمة من خلال online، طب هل الناس دي عندها أصلا الإمكانيات أنها تتابع البوليسي دي من خلال online program؟ ممكن ما يبقاش عندهم كمبيوتر، ممكن ما يبقاش عندهم انترنت أصلا في المكان ده،
في مثلا اماكن مش واصلها خدمه الكهرباء بصفه يعني مستمر 24 ساعه، فانا ببقى واخد بالي من التارجت بوبيليشن اللي عندي طبيعته ايه قبل ما ابدا انفذ البوليسي بتاعتي. ثالث حاجه الجوفرنمنت استراتيجيك دايركشن، ما جيش انفذ بوليسي وانا عارف ان الاستراتيجيك دايركشن بتاع الحكومه اللي انا عايش فيها ضدي او في تضارب ما بيننا او الاهداف بتاعتي مختلفه مع الاهداف بتاعته. يبقى في الاول لازم اعرف الاستراتيجيك دايركشن بتاع الجوفرنمنت قبل ما ابدا انفذ البوليسي بتاعتي. يبقى الاستراتيجيك دايركشنز اوتلاين الجوفرنمنت كارنت برايورتيز اند بروفايد ا كلير دايركشن تو جوفرنمنت ديبارتمنت اند ايجنسيز. يبقى لازم ابقى انا عارف كويس قوي البرايورتيز بتاعه الجوفرنمنت ايه عشان ابقى ماشي معاهم ما بقاش ضدهم. ذيس برايورتيز تشينج اوفر تايم، كل شويه الاولويات دي بتختلف على حسب التايم اللي انا فيه وعلى حسب الامكانيات اللي عندي. Important to ensure that a proposed policy is aligned with this strategic direction prior to implementation. يعني لازم ابقى ماشي بمحاذاه البرايورتيز اللي الحكومه حطاها عشان ما يحصلش بينا تضارب. بدي اسال هسه religious directions ممكن يكون لها اثر؟ الايه؟ religious directions الاتجاهات الدينيه للكلتشر ممكن تاثر على البوليسي بشكل عام وتطبيقها؟ والله هي على حسب طبيعه البوليسي اللي انا هنفذها. لو هيلث بوليسي مثلا لازم ابقى مراعي طبعا العادات والتقاليد الدينيه، يعني ما بقاش حاطط حاجات تتعارض مع الثقافه الدينيه اللي عندنا، وابقى عارف الاطياف الدينيه اللي موجوده في المكان ده ايه، انا حاطط لهم حاجه متماشيه معاهم ولا هتتعبهم او هتضايقهم. يعني مثلا ما اروحش احط مثلا في امكانيات الهيلث بوليسي اللي عندي ميلز بس في الوحده الصحيه اللي موجوده في الرورال اريا، مش هيجي لي في ميلز، ممكن يبقى في اعتراض. فلازم طبعا ابقى واخده الحاجات دي مراعياها كويس جدا. بالنسبه للتارجت بوبوليشن، ما هو ده كله في التارجت بوبوليشن هشوف الامباكت عليهم عامل ازاي قبل ما ابدا انفذ البوليسي بتاعتي. يبقى دي تالت حاجه اللي هي الايه استراتيجيك دايركشن بتاعه الجوفرنمنت، لازم ابقى ماشي بمحاذاتها ما بقاش ضدها. طب مثلا مش المفروض هي الحكومه اللي بتسوي البوليسي؟ طب كيف ده تتعارض مع حالها؟ هتتعارض مع حالها ازاي؟ ما هو في ناس تانيين داخلين، في ناس تانيين، ما هو انا دلوقتي كسيتيزنز طبعا مش احنا كنا بنقول في ستيك هولدرز وفي مختلف الاطياف داخله في البوليسي فورميليشن، فلازم انا وانا بنفذ البوليسي دي ممكن اللي مش يعني ممكن اللي هينفذ البوليسي بتاعتي مش ناس كلهم من الجوفرنمنت، في ناس ثانيه من البرايفت سيكتور، في ناس ثانيه من الانترست جروب، فلازم ابقى انا مراعي ان اهدافي ماشيه مع الاهداف اللي الحكومه حاطاها، ما يبقاش في تضارب، ما يبقاش مثلا في قانون محطوط وانا جاي اعارض القانون ده وانا بنفذ البوليسي بتاعتي. تمام؟ لان في اطياف كتيره داخله مش الجوفرنمنت بس هي اللي داخله معايا. طيب اوبتيمال يوتيلايزيشن اوف ريسورسز، مهم جدا وانا بعمل بوليسي امبلمنتيشن ان انا استخدم الريسورسز بتاعتي الاستخدام الامثل اللي احنا كنا بنسميها زمان ايه؟ افكتيفنس ولا افشنسي؟ افشنسي، ان انا استخدم الموارد اللي عندي باستخدام بطريقه مثلى وما اعملش ويستنج للريسورسز. It is important to ensure that optimal utilization of resources is top of mind when implementation or when implementing the policy. مهم جدا استخدم الريسورسز اللي عندي بطريقه صح. This means conducting a value for money assessment to ensure that every resource used to improve the lives of our citizens is maximized. يعني اعرف جدا اهميه الموارد اللي عندي وما اهدرهاش، عشان ببقى عارفه ان كل دينار ههدره ممكن يضيع حياة شخص عندي من الكوميونتي اللي أنا عايشة فيه، فاستغل الفلوس دي ما تبقاش فرصة بقى للنهب والسلب والكلام ده. It also means consideration must be given to the economic burden or relief that implementation of a given policy action will pose on individuals. كمان في اعتبارات البوليسي implementation، هل هتعمل relief للإيكونوميك بيردن، هتريح الناس ماديا ولا هتفرض أعباء عليهم زي ما بيحصل؟ ان في قوانين كل شويه تسن بتفرض اعباء على الناس اكتر ما هم تعبانين، ضرائب وماديات واستقطاعات وحاجات زي كده. فبقى واخد بالي في البوليسي امبلمنتيشن في الايكونوميك بيردن اللي هيعمله الامبلمنتيشن اوف بوليسي ده، هيفيد الناس ولا هيبقى عبء عليهم ماديا. That implementation of a given policy action will pose on individuals, household, business and other organization. يعني هيعمل economic burden ولا هيعمل relief للضغوط الاقتصادية الموجودة على الناس. كمان ال continuous improvement. Continuous improvement حاجة مهمة جدا في البوليسي implementation.
يعني ايه continuous improvement؟ يعني دايما التطوير الدائم او التحسين الدائم بصوره مستمره مهم في البوليسي امبلمنتيشن. continuous improvement reduce steps in a process to improve services and shorten timelines for government programs and support. دايما التطوير المستمر اول باول ان انا بشوف وبراقب وبتابع للخطه اللي موجوده عندي بيقلل الوقت على الجوفرمنت والناس اللي بتنفذ البوليسي ان هم يتاخروا او يتعطلوا او يحصل اي مفاجات هم ما كانوش حاطينها في حساباته. فالكونتينوس امبروفمنت ده من الحاجات المهمه في البوليسي امبلمنتيشن وبيزود جوده البوليسي امبلمنتيشن. ذيس امبروفمنت كان هابن اوفر تايم اول ات وانس، يعني ممكن يكون بصوره مستمره كل فتره بروح مقيم الوضع اللي انا واقف فيه وبعمل التطوير ده مره واحده. continuous improvement also build a work culture that encourage employees to share their ideas for improvement. انت لما تحس ان انت قاعد في بيئه عمل او في المكان اللي بتعمل فيه البوليسي في تطوير في اهتمام بالافكار الجديده اللي الناس بتقدمها، فانت ده هيشجعك ان ويخلي فيه culture في المكان تساعدك على تقديم كل ما هو جديد وتطوير الوضع اللي انت موجود فيه كل فتره. اما الناس اللي دايما محبطه واللي تقول لك احنا هنفضل زي ما احنا والتجديد ده هيعمل لنا مشاكل ويعمل عقبات، ده يقول لك خلاص ما انا كده كده موجود في المكان والامور ماشيه مش محتاج ان انا اطور من نفسي. These changes not only improve the customer، مش بس بتحسن الناس المستقبلين للخدمه. ما هو الكاستمر عندنا هنا مين في الهيلث بوليسي؟ الناس اللي هيستفيدوا من الخدمه اللي انا هقدمها. And employee experience مش هتطور كمان بس الكاستمر، ده هتطور الموظفين، خبرة الموظفين الموجودين عندي. But they can also lower the cost and lead time، الوقت المهدر هيقل وكمان التكلفة هتقل. The continuous improvement ده ليه حاجات كتيرة جدا في الأهمية زي ما احنا قلنا، يبقى هيقلل وجود التايم المهدر والكوست اللي هيضيع الوقت، وكمان هيساعد الجوفرمنت في سرعة تنفيذ ايه البوليسي اللي هم حاطينه. When implementing policies, it is important to ensure continuous improvement principles are considered. يبقى الجملة دي بتقول لي إن مهم جدا during implementation يبقى فيه continuous improvement. هيحسن الـ customer وهيحسن خبرة الـ employee اللي عندي. هيقلل الـ cost بتنفيذ البوليسي بتاعتي. هيقلل كمان الـ time. خلاص مش هيضيع لي وقت لان هبقى على طول في تطوير، مفيش عقبات قدامي، عارف انا بعمل ايه، عندي المعلومات الحديثه اول باول، فكل ده هيساعد في البوليسي امبلمنتيشن. طيب يبقى احنا كده خلصنا الفاكتورز اللي بتاثر على البوليسي امبلمنتيشن. طيب ايه هي الاكتيفيتيز تو سبورت البوليسي امبلمنتيشن؟ ايه الحاجات اللي انا المفروض اكون بعملها عشان تساعد في حدوث البوليسي امبلمنتيشن؟ أول حاجة determine whether or not the necessary approvals are in place. يعني إيه necessary approvals are in place؟ قبل ما أبدأ أنفذ أي حاجة أنا مخطط لها لازم أشوف إيه بالضبط، أدور على الأبروفالز اللي موجودة، يعني هل أنا واخد موافقات من كل الجهات اللي هشتغل معاها ولا لأ، عشان ما أجيش أنفذ يقولك لا أنت مش واخد موافقة أو وجودك غير قانوني أو يوقف لي موضوع البوليسي implementation من بدايته. Ask yourself, was approval given for implementation of the recommended options؟ هل أنا واخد approval لل implementation ولا لا؟ Were there any amendments؟ يعني إيه amendments؟ في تعديلات حصلت أو stipulations، يعني في شروط جديدة جدد في الموضوع. Given with the approval، يعني الموافقات اللي أنا واخداها دي أقراها كويس جدا، في شروط مثلا معينة فيها، في تجديدات حصلت أو تعديلات حصلت في القوانين لازم ابقى انا ملم بيها. هل الابروفال دي واز نوت ريسيفد اند واي نوت؟ هل انا مش واخد الموافقات دي قبل ما ابدا؟ طب ليه؟ يعني ايه المشكله؟ ليه رفضوا يدوني موافقه ان انا ابدا؟ في مشكله عندي في البوليسي اللي انا هنفذها، في تضارب معين، في حاجه بتضر بمصلحه الحكومات مثلا، فانا لازم اخد بالي من موضوع الابروفالز ده. هل في additional information or directions required before implementation can begin؟ هل في معلومات لازم أنا أبقى ملم بيها قبل ما أبدأ implementation؟ يبقى كل اللي أنا بقوله ده مهم عشان إيه؟ كلمة واحدة اللي هي كلمة الأبروفر. يبقى لازم أخد كل الأبروفرز اللي عندي اللي قبل ما أبدأ البوليسي implementation. يبقى دي أول activity. تاني حاجة determine the desired outcome. يعني قبل ما ابدا انفذ البوليسي بتاعتي
لازم ابقى عارف الاوتكمز النتائج الكويسه او الاهداف اللي عندي اللي هتظهر نتيجه البوليسي امبلمنتيشن. كمان ديفلوب ان اكاونتابيليتي فريم ورك. يعني ايه اكاونتابيليتي فريم ورك؟ يعني مين الناس اللي هيبقوا مسؤولين عندي، ولو حصل تقصير معين هم اللي هيبقوا مسؤولين وهرجع لهم ويبقى فيها عقوبه تقع لي. دي كلمه الاكاونتابيليتي فريم ورك، يعني حدود المسؤوليه عندي هتبقى مين، مين المسؤول عن موضوع البوليسي امبلمنتيشن. يبقى اول حاجه عندي في الاكتيفيتيز، اول حاجه قلناها ايه؟ الابروفلز لازم تبقى ابديتد ولازم تبقى معايا. تاني حاجه ايه في الاكتيفيتيز؟ لازم ابقى عارف الاوتكمز بتاعه الامبلمنتيشن اوف بوليسي، وكمان ببقى عارف الفريم ورك اوف اكاونتابيليتي، يعني مين حدود المسؤوليه اللي عندي هتقع على مين، مين هيبقى مسؤول لو حصل تقصير معين. This includes بعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها achievement milestone and key performance indicators، مؤشرات للبرفورمانس الاداء اللي هيتم، وحاجه اسمها achievement milestone. انا مش فاكره كلمه milestone بالظبط يعني ايه، بس الاتشيفمنت ده يعني الانجاز او تحقيق الاهداف اللي حصلت عندي. لا هي مش مؤشر، هي ليها كلمه معنى تاني. معالم ايوه، او مظاهر الاتشيفمنت. ايه البوينت اللي هتقولي ان حصل تشينج او حصل نجاح او حصل انجاز بعد ما عملت البوليسي امبلمنتيشن؟ دي لازم تكون جاهزه خلاص. يبقى في عشان ابقى واضح في الاوتكمز بتاعتي وكمان احدد الاكاونتابيليتي فريم ورك، لازم يبقى عندي النقطتين دول، مؤشرات للبرفورمانس اداء الناس كان عامل ازاي، كويس ولا سيء ولا ايه، كمان اللي هي الاتشيفمنت مايلستون، ايه مظاهر الانجاز اللي حصلت عندي بعد البوليسي امبلمنتيشن، which will be used to measure the progress and success. progress and success لايه؟ للبوليسي امبلمنتيشن. يعني انا بعد ما بدات انفذ البوليسي اللي عندي، ايه التقدم اللي حصل في الناس اللي تاثروا بالبوليسي ده خلاص. ask yourself what is the desired outcome of the policy، ايه الاهداف بتاعه البوليسي دي اللي انا من الاول كاتب البوليسي علشان هو هبدا اعمل امبلمنتيشن ليه. how will my department measure change، ايه التشينج اللي حصل قبل وبعد، هيقيسها ازاي الاتشيفمنت ده، هيقيسه ازاي. do we have access to baseline data، طب انا عشان اقيس قبل وبعد في اي حاجه في الدنيا مش لازم يكون عندي baseline data. يعني ايه baseline data؟ يعني الداتا اللي بدات بيها قبل ما اعمل الامبلمنتيشن، الناس دي كان شكلها ايه، وبعد ما عملت البوليسي امبلمنتيشن ايه التشينج اللي حصل عندهم. طيب البيزلاين داتا دي موجوده اصلا عشان ابدا اشوف التشينج والاتشيفمنت والسكسس ده حصل ولا لا خلاص. فدي حاجه مهمه لازم تكون عندي. And how can we develop or obtain this information؟ ازاي اوصل للبيزلاين داتا دي قبل ما ابدا علشان تبقى ريفرنس ارجع له واشوف الاوتكمز بتاعتي نجحت بنسبه قد ايه، الاتشيفمنت او البرفورمانس عندي كان كويس بنسبه قد ايه. who can help us to collect and analyze this data before and after implementation، مين اللي هيجمع الداتا دي ويعمل مقارنات ويعمل statistics عشان يوضح لي الاتشيفمنت اللي حصل كانت نسبته قد ايه. طيب what are the achievement milestone and the key performance indicators for this policy action، اللي هي معالم الاتشيفمنت دي بتبقى بوينت معينه زي الانديكيتورز اللي احنا اتكلمنا عليه، احددها قبل ما ابدا البوليسي امبلمنتيشن عشان بعد ما انفذ البوليسي برجع اشوف الاتشيفمنت اللي حصل كان معالمه او مظاهره ايه، والانديكيتورز اوف بيرفورمانس يعني اداء الناس اللي كانوا شغالين معايا في البوليسي اثناء الامبلمنتيشن كان عامل ازاي، ايه المؤشرات بتاعت البيرفورمانس ده. فدي حاجات لازم تبقى موجوده عندي قبل ما اعمل البوليسي امبلمنتيشن. when should we evaluate the policy، امتى ابدا اقيم البوليسي، هل بعد ما انفذها باسبوع، بعد ما اعملها امبلمنتيشن بسنه بسنتين، لازم ابقى حاطط قدامي تايم معين اللي بعد الامبلمنتيشن بتاعي هبدا اعمل الايفالويشن فيه خلاص. يبقى بالنسبه للاكتيفيتيز تو سبورت البوليسي امبلمنتيشن، اول حاجه ان انا ابقى واخد النيسيسري ابروفلز في البليس اللي انا هشتغل فيه، ولو في اي تعديلات او شروط جديده لازم ابقى ملم بيها. تاني حاجه ابقى محدد كويس قوي الاوتكمز اللي عندي والاكاونتابيليتي فريم ورك، مين اللي هيبقى مسؤول عندي في التنفيذ بتاع البوليسي امبلمنتيشن، وده بيتم عن طريق حاجتين، حاجه اسمها اتشيفمنت مايلستون، انا عايز اشوف السكسس اللي حصل او الاتشيفمنت اللي حصل من البوليسي امبلمنتيشن،
فايه معالم الاتشيفمنت ده وايه هي البرفورمانس انديكيتورز اداء الشخص. يعني انتوا مثلا ادائكم في الامتحان كان عامل ازاي، المؤشرات اللي عندي مثلا علاماتكم، هي دي كلمه بيرفورمانس انديكيتور. طيب ثالث حاجه في الاكتيفيتيز، كونسيدر هاو امبلمنتيشن ويل بي كوميونيكيتد. مهم قوي ان الامبلمنتيشن اللي حصل ده يبقى كوميونيكيتد. ما هو لو ما حصلش انتشار ليه والناس عرفت بيه هيبقى زي قلته. يبقى اثناء البوليسي امبلمنتيشن من ضمن الاكتيفيتيز المهمه عندي الكوميونيكيشن اوف بوليسي امبلمنتيشن، ان هو يوصل للناس ويبقى في تواصل مع الناس عشان يعرفوا ان في امبلمنتيشن للبوليسي بدا في المكان. Both internally and externally it is important to ensure that communication efforts are accessible. الناس سهل توصل لها. Which may mean communicating in more than one way. يعني ازاي هعمل دعاية لموضوع البوليسي امبلمنتيشن دي؟ ممكن بكذا طريقة. ممكن بالايميل لو ناس عندها ايميلات، ممكن من خلال الميديا علشان التلفزيون سهل انه يوصل للناس كلها، ممكن من خلال مسجز على الموبايل. يبقى الكوميونيكيشن لازم يتم بكذا طريقه عشان يعني اتاكد ان البوليسي امبلمنتيشن ده ويل كوميونيكيتد للناس اللي هيبقوا افكتد باي ذا بوليسي. طيب ممكن نسال نفسنا كام حاجه. يعني انا دايما لما بكتب الاكتيفيتيز بكتب الكلمه او الحاجه الاساسيه وبعد كده ببدا اشرح لكم تحتها. الحاجات دي للفهم، مش ان انا اقعد احفظ اسال نفسي كذا. دي مش للحفظ عشان ما ترجعوش تقولوا لي نحفظ ده افهموها. يعني دي حاجات عشان تفهموا التايتل اللي انا كاتباه. Ask yourself who need to know about the implementation. ده معنى كلمه communication. في البدايه انا هوصل الموضوع ده لمين، مين اللي هيبقى محتاج انه يعرف عن البوليسي دي اساسا. يعني who need to know about implementation. What is the best way to communicate implementation. طب الناس دي افضل حاجه ليهم ايه؟ عن طريق الاعلام ولا عن طريق مثلا مسجز او من خلال الايميل او ممكن من خلال يعني زي اجتماع كده في المكان، حد يجي ممثل للناس اللي عملت البوليسي دي ويحكي لهم عن الموضوع. فلازم ابقى عارف طبيعه الناس وابسط طريقه توصل لهم البوليسي امبلمنتيشن ده عن طريق ايه. Did the engagement process provide me with any information about how impacted person wish to be communicated with. هل انا عرفت الناس اللي هتتاثر بالبوليسي دي افضل طريقه اعمل لهم كوميونيكيشن بيها ايه؟ يعني هل الانجيجمنت يعني ايه؟ اللي هو مشاركه الناس البابليك والستيك هولدرز اللي احنا اتكلمنا عليهم في الايه في الاول. هل عرفوني لما شاركوا معايا في البوليسي ان البيست ميثود فور كوميونيكيشن للبوبوليشن اللي هم افكتد هيكون ايه ولا لا؟ Is there a need for communication campaign؟ يعني سوشيال ميديا، راديو، تلفزيون، كوميرشال. هل في يعني دعايه مهم، يعني شركات دعايه لازم تبقى داخله معايا في الموضوع تساعد على الكوميونيكيشن ولا لا؟ What is my departmental budget for such activities؟ طب انا لو عايز اعمل دعايه، حملات دعائيه او كوميونيكيشن للناس، هل انا معايا بادجت يكفي ان انا اقدر اوصل لهم الداتا دي ولا لا؟ Can I work with affected stakeholders to have the policy endorsed؟ يعني ايه الكلمه دي؟ Can I work with affected stakeholders to have the policy endorsed؟ هل الستيك هولدرز اللي اشتركوا معايا اللي هم عملوا انجيجمنت معايا، هل هم عملوا لي سبورت للبوليسي امبلمنتيشن ولا لا؟ خلاص يبقى دي كل الاسئله دي عشان افهم يعني ايه كوميونيكيشن، هيتم التواصل مع الناس ازاي. لازم يبقى في فند مناسب، لازم اعرف طبيعه الناس اللي هتتاثر بالبوليسي دي، اعرف التشانلز فور كوميونيكيشن معاهم هيكون افضل طريقه ازاي. طيب determine the best time to implement the policy. ايه افضل وقت ابدا انفذ فيه البوليسي بتاعتي دي؟ هل مثلا بالتزامن مع ايفنت معين مهم في الكوميونتي ده؟ هل مثلا في بدايه اجازات؟ يعني احنا عندنا في مصر مثلا كومن قوي ان ياخدوا القرارات يوم خميس بالليل علشان الناس ما تنطقش، تصحى السبت تلاقي خلاص الموضوع اتنفذ. زي مثلا ارتفاع اسعار معينه، البنزين يعلى مثلا، حتى يعني بقت حاجه كوميديه عندنا ان يوم الخميس بالليل يطلع القرار عشان الناس معروف ان تاني يوم الجمعه اجازه والسبت اجازه، يكونوا تهدوا بقى على يوم الاحد خلاص. بالظبط، يكون خلاص يعني بقى امر واقع. لكن لو عملوها في وسط الاسبوع ممكن مظاهرات، ممكن يضربوا عن العمل، ممكن يعترضوا، ممكن يحرقوا مكان. فبقى يعني كونسبت عندنا ان البيست تايم فور بوليسي امبلمنتيشن الخميس. خلاص، حتى بيسموه عندنا صب في المصلحة، يعني هو يدوروا على مصلحة الناس يوم الخميس والناس نايمة
عشان حدش ينطق. تمام. During البوليسي امبلمنتيشن ستيج، يعني واحنا بننفذ البوليسي، مرحله تنفيذ البوليسي، في حاجه اتكلمنا عليها اسمها الايه، الانجيجمنت، اللي هي اشتراك الناس معايا ان انا اخد رايهم في البوليسي فورميوليشن. هنقف عند كده يعني علشان ما نزودش عليه. يبقى during البوليسي امبلمنتيشن ستيج في حاجه اسمها الانجيجمنت. الانجيجمنت ده كان هيلب فوكس اون هاو ثينجز ار going in the implementation of the policy. مهم جدا المشاركة دي عشان بتعرفنا الحاجات المهمة اللي هتدخل معايا في البوليسي implementation. For example, engagement can help determine if the policy is working the way that it was intended. يعني جماعة هدوء، دي آخر سلايد خلاص. أنا عارفة أن الكلام يعني سخيف شوي، بس يعني فضل لنا الإيفالويشن ونطلع من عنق الزجاجة بتاع البوليسي. تمام؟ يعني هي بس كان يهمني في البوليسي تعرفوها بشكل عام والستيبس بتاعتها. الكلام اللي بيبقى مكتوب كتير تحت العناوين ده مش يعني مش ده السؤال اللي هيجي فيه، هو بس عشان يفهمك يعني ايه المطلوب في التايتلز اللي انا كاتباها. خلاص. فكلمه انجيجمنت يعني ايه، بس عشان تركزوا معايا، انجيجمنت يعني ايه؟ مشاركه الناس او دخول الناس معايا ان انا اخد رايهم في البوليسي فورميوليشن اند امبلمنتيشن. كانت اهميته ايه الانجيجمنت ده؟ الناس اللي بتتكلم مع بعضها، لما اخد رايهم بيفيدوني بالمشاكل والبروبلمز اللي عندهم اللي هتدخل معايا في الفورميوليشن، وبالتالي هي اللي هتكمل معايا في البوليسي امبلمنتيشن. فور اكزامبل، انجيجمنت كان هيلب ديترماين اف ذا بوليسي از وركينج ذا واي ذات ات ووز انتندد اور اف ذا بوليسي هاز اني بوزيتيف اور نيجاتيف ان انتندد كونسيكوينسز. يعني هي بتقول لي من خلال مشاركتهم باخد رايهم هل البوليسي ماشيه زي ما انا كنت مخطط لها او كان في نيتي من الاول، ولا حصل ديفيجن سواء كان نيجاتيف او بوزيتيف. يعني هل في حاجات كان مش مخطط لها وظهرت؟ احيانا بيبقى حاجه انا مش مخطط لها وتظهر لي في النص بتبقى مفيده، واحيانا بتبقى نيجاتيف انا المفروض ان انا اتجنبه. فوجود الانجيجمنت ده بيوجهني ديورنج البوليسي فورميوليشن اند امبلمنتيشن، انا ماشي في الطريق الصحيح ولا انا حصل مني اي ديفيجن عن الانتندد اوبجكتيفز بتاعتي. This engagement may include a round table discussion. يعني انا المشاركه دي بتبقى من خلال اجتماعات اللي هي بيسموها round table discussion، او من خلال اونلاين كويشنير. ببعت لهم استبيانات في الاونلاين سيرفي زي ما احنا بنعمل احيانا في الريسيرش، وباخد رايهم عن الامبلمنتيشن بتاعي ماشي في الاتجاه الصحيح ولا في اي مشاكل مقابلاه. For stakeholders and the client affected by the policy. الانجيجمنت اصلا لمين؟ لاصحاب المصلحه والناس اللي هم هيقع عليهم اي امباكت من البوليسي امبلمنتيشن. To gather feedback on how policy has impacted them. عشان كل ده بجمع ايه؟ يعني انا ليه بعمل لهم اونلاين كويشنير وليه بعمل راوند تيبل ديسكشن؟ عشان باخد رايهم احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح ولا لا؟ هل في حاجه نيجاتيف قابلتكم، في فيدباك نعدل الامبلمنتيشن بتاعنا، ولا احنا نكمل زي ما احنا على اهدافنا؟ تمام، اتفضل. نعم، لا احنا لسه في مرحله الانجيجمنت ده اللي هو المشاركه، باخد رايهم انا ماشي في الامبلمنتيشن، احنا لسه في الامبلمنتيشن. بعد ما بخلص الامبلمنتيشن ببدا اعمل ايفالويشن اللي هي ايه. ما هو بصي، ما احنا اي حاجه احنا اتفقنا عليها في البلانينج في الامبلمنتيشن فيها ايفالويشن برضه. يعني انا بعد ما بحط بلان، ما انا لازم اراجع نفسي انا ماشي صح ولا غلط. اثناء الامبلمنتيشن كمان ما انا لازم اقيم نفسي، مش هقعد اكلف الدوله ملايين وانفذ وبعدين في الاخر اجي الاقي نون ابليكابل او الامباكت بتاعه سيء. لا، لازم اثناء الامبلمنتيشن اخد فيدباك من الناس، احنا ماشيين صح في جود امباكت ولا البوليسي مش محققه الاوتكمز اللي انا كنت حاططها من البدايه. بعد ما بخلص بقى كل البروسيس دي ببدا اقيم الموضوع عامه، ايه اللي حصل، ايه الفايده اللي جات لي، حققت اوبجكتيفز قد ايه، لو انا هنفذ البوليسي دي لاعوام تانية هل انا محتاجه اطور فيها ولا همشي على نفس الستبس دي وكانت كويسه ومفيده. فكل حاجه ليها خطوات. المره الجايه ان شاء الله هنكمل المين اكتيفيتيز انفولفد ان امبلمنتيشن واليوزز اوف بوليسي
implementation يعني شوية titles كده بسيطة وناخد المحاضرة اللي بعدها.